أوريكم شنو نزلت لكم بالبوتيك. هذا عبارة عن ست فونديشن لوريال ومع البرايمر ماسكرا وفكس جيل. أكثر طلبا تقريبا تناسب جميع أنواع البشرات، البيج جولدن بيج رقم 24. هي مع البرايمر قبله وماسكرا وفكس بلس اللي تحطون فيه الفونديشن. شيء مميز في الماسكرا هذه بنات إنها تكثف وفيها كولاجين يخلي تضاعف أحجام الرموش تقريبا لحد 9 مرات. طبعا هاي الماسكرا تكثف الرموش أكثر. بجربها بعد واحطكم رأي فيها. عن البرايمر ندري شنو فايدته، انه هو يثبت الميك اب ويخلي انه يقعد ثباته مده اطول. وهذا الفونديشن اتوقع تعرفونه اللوك ماله يكون مخملي، حتى كاتبين عندكم انه يسوي فلولس لوك، يعني انه يعطي اناره حق الوجه بطريقه حلوه من غير ما يخلي البشره. تيكات مسوي لكم يمعين البيست سيلر عندهم من ماركه لوريال، ويمعين لكم باكج حلو بسعر حلو مع هالهديه الحلوه معاها. هذه تطفون فيها الفرشه توزيع الفونديشن، وهذه تقدرون هم تستعملونها توزيع فونديشن او كنتور حق الوجه. دقائق ان شاء الله وراح ينزل اونلاين وبنزل لكم بعد اشياء وايد حلوه بوتيكات جديده.